أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إثر انعقاد مجلس الحكومة للمدارسة والمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، وذلك يوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، أنها ستتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة. وأتى هذا القرار كخطوة لتحسين هامش احتياطي الكهرباء خلال ساعات الذروة وتوفير قرابة مليون درهم في اليوم الواحد. الساعة الصيفية هذا إجراء لعادي درت دول قبل منا، وربما غيديروا دول اخرى، لان النقاش الان في العالم كله مستمر. هذا لماذا؟ لان النهار الاول فاش دار التوقيت الصيفي دار لهدف، وهو استثمار في استهلاك الطاقه، اقتصاد في استهلاك الطاقه، وتجاوز اشكالات كتوقع في الصيف مرتبطه بهذا الارتفاع المفاجئ لاستهلاك الطاقه في ساعات الذروه محددة ومعروفة ومدروسة إلى آخره. وأكد مسؤولون وخبراء أن لهذا القرار فوائد اقتصادية واجتماعية تتمثل من جهة في تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، ومن جهة أخرى تتمثل في توفير متسع من الوقت للمواطنين بعد مغادرة مقرات العمل لممارسة أنشطة أخرى. تأخير ساعة الدخول المدرسي بساعة واحدة. تباينت ردود فعل المغاربة إثر هذا القرار، حيث لا زال هناك من لا يقبل بهذه الإضافة ويصر على استخدام التوقيت القديم، خاصة في صفوف الحرفيين والتجار ومن لا يعملون في الإدارات الرسمية. ذلك هذا الأسبوع كانت مشاورة مع فيدرالية جمعية الآباء وأولياء التلاميذ، كانت مشاورة مع النقابات ديال الشغيلة والأساتذة في مجال التعليم، كانت مع القطاع الخاص. ومن جهة أخرى تم تغيير ساعات الالتحاق للمؤسسات التعليمية إثر هذا القرار، مما شكل عائقا أمام التلاميذ وأولياء أمورهم وخلق حالة من القلق داخل المجتمع. بالنسبة لي ساعة سامارش با بالنسبة لينا حنا في المجتمع. علاش؟ حيت مثلا عندي خويا صغير كيدخل الصباح الى كيفيق مع السونز الصباح اللي باقا الظلمة، وخصو يخرج، وسيرتو انه بعيد كيديبلاصا، عنده واحد مسافة باش يوصل ليكول ديالو، وخصو يخرج وباقي صغير ما كيمشي، خص ضروري واحد يمشي معاه. دونك سامارش با بالنسبة لي. وزيد اخويا مرس الحمق، هاد الساعة ما خداماش بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات كيقراو هادشي، بالنسبه للمجال الحقاره والحضاري ما خدامش الساعه. صراحه حنا كطلبه كنشوفوا بان هاد الساعه الجديده هي عندها ديزانكونفينيون اكثر ما عندها ديزافونتاج، بحيث انه الطلبه اللي كيديروا لافيت مثلا غيوليو يخرجوا في واحد التوقيت اللي غيكون فيه الظلام. كنظن ان المسؤولين خصهم يعاودوا النظر في هاد الساعه هادي، لان تف بالنسبه يقول لك النزاعه الطاقيه ولا فساو بيومين الضو كيبقى ساعه لواحد الوقت ديال الصباح، يعني راه كاين استهلاك ديال الضو. الا كانت هاد الساعه اللي هاد الساعه اللي زادوها الا كانت هتساهم بشكل ايجابي للبلاد، فين كنقولوا حنا يتساهم باقتصاد البلاد، هذا راه مزيان. سلبيه هي الاطفال، هذوك وليداتنا باش يخرجوا في الضو ما يخرجوش في الظلام. وهي بالمناسبة عندنا 4.5 مليون تقريبا ديال الأطفال في الابتدائي، فلذلك مراعاة لهم أخرنا هذيك ساعة. وتتواصل عملية التشاور مع باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص الإجراءات المواكبة للساعة الإضافية وظروف ملاءمتها مع ساعات الالتحاق بالمؤسسات، حتى يتسنى للجميع الالتحاق بالعمل في ظروف ملائمة لضمان العيش الكريم.